لا يزال مسلسل فضائح الأنشطة الإجرامية غير المشروعة التي يمارسها حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران عرض مستمر. التقارير هذه المرة واردة من فرنسا، حيث أصدر المدعي العام قراراً بإحالة شبكة من 15 شخصاً تعمل لصالح حزب الله إلى المحكمة الجنائية بتهمة الإتجار في المخدرات وغسيل الأموال بالإضافة إلى التآمر. صحيفة لونوفيل أوبزورفيتر الفرنسية نشرت تحقيقاً كشف عن تعاون وثيق بين حزب الله اللبناني وشبكات دولية للإتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كان من أبرزها شبكة كولومبية يعود ارتباطها مع الحزب الإرهابي إلى عام 2012، حيث كانت الشبكة الكولومبية تبحث عن شريك يتولى تسهيل عملياتها في أوروبا بعد أن أصبحت محط أنظار السلطات الأوروبية. وحسب التقارير نجحت الشبكة لسنوات في شراء سلع فاخرة كالسيارات والساعات وإعادة بيعها في إفريقيا ولبنان ودول عربية لتبييض الأموال، لكن نشاطها سرعان ما لفت أنظار الشرطة الفرنسية، لتنجح السلطات في باريس عام 2016 في القبض على رأس الشبكة اللبناني محمد عمار، لتنكشف تباعاً خيوط أخرى تتصل بالحزب الإرهابي. وقدرت الصحيفة الفرنسية المكاسب التي يحققها حزب الله بالتعاون مع عدد من عصابات أمريكا الجنوبية بنحو 500 مليون دولار سنوياً لمواجهة أزماته المالية الناجمة عن خسائره الجمة في الحرب السورية. وسبق لعدد من الدول الأوروبية الإعلان عن ضبط شبكات مختلفة للإتجار في المخدرات تابعة لحزب الله، خصوصاً في هولندا وألمانيا والولايات المتحدة. ومع توالي الأنباء عن هذه العمليات تتزايد المطالب بإعادة إحياء مشروع كاساندرا المعني بالكشف عن أنشطة الحزب المشبوهة، وذلك بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أوقف هذا المشروع الأمني كورقة من أجل التوصل للاتفاق النووي الهزيل، وهو ما عرض إدارته للتحقيقات لكشف ملابسات هذا التواطؤ مع طهران وذراعها الإرهابي في المنطقة حزب الله اللبناني. لبرنامج هنا رياض، ريهام محمود.